يبقى تعالى نراجع مع بعض احنا عملنا ايه يا بنات. شويه رز بالشعريه اهو جنب الايه الباميه، وطاجن الباميه بتاعك شمال ويمين، وطاجن الصغير بتاع القميص فين الطاجن اهو. وعملت النهارده السمبوسه بالخضار مشكل، وعملت القطايف بالقهوه، وعملت الوربات بالقشطه الكدابه، وحسين عملت السموسي، عملت كله انت النهارده، وعجنت الكنافه، وعجنت القطايف في بالقهوه. فين الكنافه اللي انا عملتها؟ لا انت عملناها النهارده، عملنا النهارده الورب جلاش. عملنا الكبيبه او الكبه. أيوة. صح كده. وعملنا الطاجن بتاع العكاوي. ايوه. تقديمين مع رز ابيض، وعملنا كمان قطايف بالفراوله، وعملنا بلح الشام. تقدري تحشيه بقى باللوتس، تقدري تحشيه بالقشطه، تحطي له فراوله والقطايف زي ما انت عايزه. كذا فكره، احتاري واختاري. وشوط رز الابيض الهرم ده، شوط رز ابيض اهو دلع. العيال والطاجن، وانت بتوزعي العكوه قسمي اللحمه بتاع العكوه على كل طاجن. عايز تعملي صغير كده قبل ما نختم يا شيف حسن. انا كنت عايز اعرف الحشوه بتاعت القطايف اللي هي اللي بالفراوله كانت ايه، عباره عن ايه؟ عباره عن ايه الحشو؟ بستر كريم، كوبايه من البستر كريم، نص كوبايه بستر كريم على كوبات عصير فراوله، تضربيها وتحشي بيها. الله، وهي فعلا تجنن جميله. بالظبط كده. وتقدري تعمليها جوه وتقليها من غير ما تبقى تقدميها بارده. شفت انا بلح الشام اللي انا عاملاه يا جماله اهو؟ عسليه، عشان انت عسليه دايما على طول موجودين معاكم في خلال شهر رمضان من الساعه 2 ل 3 ونص يوميا. كل اللي تحتاري فيه كلمينا او خش على شاهد، هتلاقي كل اللي فاتك وكل الجديد على شاهد بينزل على طول بعدها بساعه على طول.